السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، كيف حالكم يا رفاق؟ الحلقة الثامنة من سونج أوف روك. زي ما شفتوا في الحلقة السابعة، اللي ما شاف روح يشوف عشان لا يصير حرق. الحلقة السابعة زي ما شفت الباب هذا كان مقفل، وقال لنا واحد الحارس اللي كان جالس هنا في المكتب اللي ورايا، طبعا المكتب اللي ورا عند المروحة هنا، قال انه كان يشوف نفسه جوه الباب ده، والباب هذا كان مفتوح من او كان عفوا ينقفل عن طريق شبح من الاشباح. فيب نسينا نقول لكم شغله، كل عام وانتو واحنا والوطن هذا بخير ان شاء الله، والله يديم علينا الامن والامان، والله يطول في عمر هذه البلد ان شاء الله. وبس كيف انا وانا اصير دبلوماسي لوهله. اتمنى يا جماعه الخير انكم تدعموني باللايكات وتدعموني بالنشر زي كذا، انا في حاجه دعمكم، الله يسعدكم. عشان هذا الشيء يعني يشجعني ان انا استمر، الله يسعدكم وزي كذا. بس يعطيكم الف عافيه، ويعني لايك وسبسكرايب ما راح ينقص منك شيء يا اخي، عادي ادعمني، ما تدري المستقبل ايش حيكون. طيب يلا ليجو نسمع، وبسم الله وندخل. الباب هذا يشيل فطيات واشياء مره كثير، وباين بسم الله اوكي. I swear if I can't find anything. اوكي تقسم، اذا ما لقيت شيء ايش حتسوي؟ زرادية كتب يلتو يركض ارجع. اوكي مكان غريب نوعا ما، احس كنا حنلاقي فيه اشياء نقراها اكثر من ايتمز حناخذها، ما ادري ليش، لانه كده اصلا احسه زي تعرف هذيك المكاتب حقت التحقيق اللي يدخلوا كده فيها اشياء القضايا سابقة وقضايا مكفولة وقضايا مسحوب عليها وما ادري وكذا. ايوه زي كده شايف، والله احس نفسه دينا فيه مستحيل ما اعرف يعني. Biography for the Le Grand Family. العيلة اللي صنعوا الزفت ده الكتاب. كأنه كتاب للعيلة أو اللي مر في نفس شجرة العيلة، والله ما أدري، هذا اللي فهمته. حاجة زي كده الله يحفظكم. يا كابتن، كابتن، يا مدير، بس كده؟ لا والله، ها؟ ليش تجي على الزاوية دي؟ والله زاوية غريبة. والله كلام كتير. ها؟ هاي 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 What the fuck? The obvious. لحظة. You are sneaking out as quick as you can. يا ساتر. To escape rapidly, press X. They will try to catch you by the arms to prevent this. Press مربع slash دائرة، يعني مع بعض ولا at the right time. اوكي مع بعض. If you don't manage it, you will have to free yourself by pressing that same button several times. Don't take too long or you will definitely sink. طيب to escape rapidly press X. اوكي اتوقع اكسات صار ما يداري، بس let's figure it out. بسم الله الرحمن الرحيم. What?
يا ساتر. انا ما انتبهت للنور ورايا بدأ يطفي. يخرب بيت امه، نفس ام المكان المشؤوم ده يا حبيبي. اوكي المكان اتغير. لا اوكي، جينا للسيب حق اللي فيه الفريندز او الفريندز حقين اللي احنا. تفضل تفضل. This might have something to do with Husher's investigation. Let's see. It's a book about Argos the Grand. A biography or a collection of articles about him, I think. He apparently spent part of his life traveling the world in search of odd, rare events. Rich people stuff. I don't know. The biography suddenly ends right after his last journey. It says here, he returned without his equipment, without the huge amount of money he wasted on the project, and with a simple memento of the music he brought home to his little girls, 8-year-old Elaine and newborn Ariadne. And here's a note from Hasha that says, see the archives, events newspaper. Is there a newspaper archive over here? يبغوا يشوفوا سالفة جريدة اتكلم عنها هاشر ده. الجريدة دي فيها معلومات نسيت ايش قال، نسيت. المهم انه في جريدة يبغوها حاليا عشان مستر هاشر ده الاخ اللي انتحر شفتوه. كانوا في اشياء مهمة او حاجة زي كده، والموضوع له ود ايش يعني. انا هادخل في اللي بعده ولا واضح ان الحلقة دي مقسمة لجزئين؟ طب حنكمل باللي احنا مشينا فيها. لا دانيال مع نفسه، لا والله من ما اخذه. اوكي هنكمل بدي. I'll go take a look. You check out what else is in that notebook. اوكي يا جماعة الخير. باك، معلش انا ما انتبهت ايش الكلام اللي انقال، انا كنت متكي على الجو الصراحة. بس ايوه كأنه رحنا لل اوكي دام النيوز بيبر. ايه راح الاركايف. دحين رحنا احنا في الاركايف عشان السيد هاشر زي ما قلت لكم انه قال فيها اشياء مهمة، فنقدر نقول هذا النصف الثاني من الابسود الثالث. طيب ليتس جو هاني، ليتس جو. بسم الله. كلام انت صوت كده كات هذا ماش ولد. بسم الله. ها is the secretary's office sensor. The door must be closed. طيب ليه انقفل؟ هو تو اللي انقفل ترى. بسم الله مقفول. اوكي بسم الله. الظلام بزيادة، ما أحب زي كذا. We got this boys, we got this. أوكي هاد راديو. إيه راديو يوز. أوكي أنا ما أدري حستخدم فيها، بس الظاهر إنه في أشرطة حستخدمها وحتجيني، فحنضطر نستخدم الحليوة ده. بتونس بيك انت معايا. واضح المنطقة دي، اوه ماي جودنس، واضح المنطقة دي اللي جاي عليها صارت كبيرة. اوكي. يا ساتر. اوكي الظاهر انه حيكون في سيرش مطول يا حبيبي زي المكتبة. اوه ماي جاد، شفت ايش في الارض؟ زي الدم او حاجة زي كده. طيب
الدم هذا اذا ما خاب ظني انه لابيس، لابيس اللي هو ترى اللي جانا ذاك الوحش ما ادري اللي كذا يجي يسحب ما ادري ايش. اوكي 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 اي ويل والله يا حسيت الله يلعن عبد Everything will be right. Everything will be good. طب طال يا هبلة ها؟ والله كلام طويل. Holy fuck. ها؟ اوكي نايس اوكي اوكي اكتشفنا مكان حق هيرينج يعني واضح انه في هنا دارك مسجي. طيب انا سامع صوت. اوكي اوكي ايش ده؟ ايش ده؟ ايش الطبخ؟ الاصوات يا اوكي الاصوات ايش هذا في الشاشه؟ هولي فاك ايش فيكينج ويرد. اي والله جدا ويرد. اوكي مقفل. اوه هستخدم ال اصبر كيف افكر ايه هكا يوز ها والله المفروض تستخدم. اوكي دي صدمة. ما في شيء. ده حمام خمم. يا ساتر ماكس is it you? بسم الله ماكس it's me grace. لا تقول لي لا تقول لي شخصية حتموت. no 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 I can't get out my flashlight it's out of batteries I need batteries. okay Max don't move I'm gonna find some batteries. Find some berries. ماني معطيك حقي ما راح تشم ريحته. اتخارج حقي ما راح تشم ريحته مع نفس امك. ايه قد خارج. استنى لا اكزام ما اقدر اعطيه الراديو. اوه ماي جاد يا جماعه ايش الخيارات الصعبه دي. One minute, the mic, Betsy. Hey, one back. Aron, ميت. Okay, جماعة الخير أنا تركها الخيارات الكثيرة دي. Okay, ما أقدر. طيب. يلا ما عليه. خل نشوف بسم الله. شفنا الجزء هذا باقي لنا الجزء الثاني الباب ده شفناه والله ما ادري شفناه ولا لا بس خد درعم. اوكي هذا ما شفناه. يا اخي الصوت حق المرحله دي ان شاء الله ياخذكم من زمان ما جاء عشان كنا نطمن من العافيه. اوكي 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 السترينج عند هذا جدا ضعيف. نحاول نكون جدا سريعين. لا 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 اوكي نايس. والله خبطت في امه وضغطت مرتين بالغلط. يلا ما عليه. اوكي قصة البويا ايش رجع؟ اي والله
اوكي اي جو ورقة. I brought security flowers today to him. Tell him why I think it's funny for all of you to disappear just because I was half an hour late. See if he laughs. Okay. طيب. الورقة دي من واحد من اللي يصبغ البؤو في كلام الورا. It's not funny. Seriously, is. No, it's not. Turn on the lights. Please turn on the lights, please. طيب الورقة هذه واحد من اللي يضرب البوي اللي كانوا هنا شايفين دوبنا خلصت صوت البوية. فهنا واضح انه كان في فريق انهم حقين بوية وزي كده. واحد منهم جاء متأخر. فجاء ما لقى كل اللي في التيم. مرة ما لقاهم. فيفكر انه هذه مزحة عشان هو تأخر. لكن هو الظاهر انه يعني الوضع انقلب رأسا على عقب. يعني شايفين كيف الوضع صار مخيف نوعا ما. وبس والله بدأت اللمبات تنطفي زي ما انت شفتوا. ميتينج روم غرفة الاجتماع. اوكي ايش الدجدج هذا يا ابوي ادني. هلا السلام عليكم. بس what's picture. والله اتفق صراحة حرفيا اسوأ صورة يعني. Some department told me. Okay, there's nothing here. Yeah, nothing. Well, خلنا نشوف إيش بعده. الباب. بسم الله. يا هذا البيبان مرة كثير. حرفيا مرة كثير. ها؟ أوكي. ايش هو ده؟ قلم معقولة؟ وات ذا فاك معقولة اكيد يجيبوا قلم. اخوكم في الله بدأ يهستر. اوكي هنا مكان حق تخبى يعني شيء كويس. باب بس كده على طول. طب استنوا احنا ما قدر. لحظة اللي في بالي هو ممكن يزامن. لا اي والله حسيت لانه احنا البطاريات ايش اسمه ده جيني بنفك الراديو ما قدرنا فقلت ممكن بهذا يعني. ها اوكي اختصر علينا المشوار حق الطريق. لوكرز كلوزد. تمام ما هي مكان هيرينج. اوكي ايوه الحين طع ايوه حسيت بس هذا شبح الله يحفظك. ايوه كويس ما فتحنا الباب. يلا بالتوفيق حبي. السلام عليكم. اوكي ما في شيء. بسم الله. The emergency exit if weren't professor and because of la 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 I would just no. إذا صار شيء إنه حيهربوا من هنا. What is this? Oh حق بويا. الله. جيب. Okay. بغض النظر completely ذاك. لا 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 كلام فاضي. بسم الله. Who put heavy chain here? ما تخبطش يا حيوان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 شفت اللي شفته صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ترى ما ادري ايش اللي جابني هنا. هذا برتب افكاري شويه. اوكي اوكي احنا ايش اللي اخذناه؟ هذا طب هذا مو لحظه
كان اوف جريد اوت. اها هذا صوت البوية ناشف. يب واتوقع بعد ما هذا اوكي حنحطه في العجلة اي ثينك العجلة. اوكي خلنا نشوف. لا there you go here you go boy. طيب بعد كده هي ما ادري ايش الطبخ. السلام عليكم فار. يا جماعة تأخر. اصبر يا رب اقتلني. يلا ما راح تقتلني. يا عمر Omar, honey, you have to come with me. Talk to me, please. ها؟ Personal item passive. Okay, I can't believe how awful my near vision. هذا اللي مات يا جماعة الخير عرفتوا؟ خلاص. Anything else? ما حاجة ثانية؟ ما في شيء ثاني؟ إيش حصل؟ One minute. في إيش أقدر أستخدمه؟ الكتب؟ والله يا جماعة الخير أنا ماني داري بس الظاهر جاء وقت نروح لذا لأن أنا كنت قاعد أفحط من أول فالظاهر ما في غيره دحين. نروح للأخ ذا نسلم الأغراض حقته. لحظة ذاك مختفى ممكن. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. يوز ماكس I found batteries for you. Oh thanks. It's so dark in here. So dark. Holy shit, boy. Holy shit. Oh. No. لا تكفى أخذت المفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أبغى ماني رايح له خلاص عند الباتري خلاص ما خلاص إيه ما عندي بشيء تاني. هذه اللي طاحت أنا كنت ماشي اللي انفجعت منها. طيب اوكي الباب هذا انا شيكت عليه يا جماعه ما اظن شيكت عليه. اوكي بسم الله. اوكي مكتب مين اذا ضغطنا اكس عليه انا اتوقع ممكن اعرف. Rules of films, la. Newspaper archive. Ah, there are three in the newspaper archive. Okay, here are few logs. بس نحتاج النيوزبيبر هذه. Okay, ما فيش حاجة. طيب. اتنظفت الملابس مدري الأرضية صارت نظيفة. اوكي طب انا شايف في كمية عفش هنا وما ادري ايش اظن لابد من دليل. بسم الله. اوكي انا ابيض.
لا 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 يا زفت يا زفت يا الله يدي سارت خلاص عضلت انا وربي ما عاد يبغالي نادي خلاص يخرب بيت امهم. اسمعوا يا جماعة الخير والله انا بروح للاخ هذا ماكسويل وزي ما تيجي تيجي تعال. احنا قامتين على الله شيء شفت كيف الله شيء الله يا ماكس الله ياخذك يا ابن الكلب خرجتني يا حيوان يا قزمة. اوكي اوكي استوى يخرب بيت ابوك يا كلب. هاي بالتوفيق. السلام عليكم. سيدة باب وين هو؟ هولي ول 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 يا صعوبة أمه. روح يا زفت. اوخ اوخ يا ابن ال استغفر الله العظيم مش عاوزين نقولها. والله فاجاني والله من جد. بوكباب طلعوا. اوكي اوه هذا غرفه مقفله يا شيخ. بسم الله ادخلي. هاي نيو بليس. طيب ما في شيء هنا معقوله ولا حاجه. ياهو God damn. لا مرة مستحيل. I think this materials has belong professor lawyer. What a bitch. Just as well I passed it here glass ago. ها فك باب. Another new place. أمر من فين تبغى تسوي ورقة. ليجمنت. To find out about this life, but also has death. Okay. اللي كتبها سيد هاشر كتب هذه الاوراق كان بده يبحث في موضوع الليجرنت. يعني هو من الاخر يعني هو كان داري عن موضوع الزفت هذا الموسيقيه فكان بيبحث عنها والوضع ماخذه سولو الاخ من غير فزعه من غير اي شيء فيب ولقم لقم لقم قاعد يلعب مع عفاريت خليه لقم. مرحبا بكم في عالم ايش الداركنس. ما تبي تاخذ بيلدز ايش بامه ملبقين فيها مره يا عيال. عيب كده يا عيال. ايوه اوكي 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 ايوه يا عيني يا عيني يا عيني راح. اوكي نايس الله. هي قلت ايش. بسم الله الرحمن الرحيم. والله نيجيريا اصفاك يا جماعه الخير. في باب قدامنا احنا ما انتبهنا له مستحيل كده. اوكي يا بنتي والله صدمه والله صدمه.
كل الكمبيوترات ايش الهرجة. I need my microfiche. الكلمة دي أول مرة تمر علي. To put into this machine it's like ما عندنا احنا اي شيء like that يعني. اوكي ما في شيء. ايش ده؟ اوه بروفيسور هاشر يوز ليوزر هذا مكتب الاخ هاشر. اوكي كده باد از فاك والله كده باد مرة ما في ولا شيء. يا جماعة شوفوا الصدمة من بين كل الاكسات. شوفوا الاكس هذا شايفين فين؟ دب انتبهت له. سويت كل شيء حرفيا فحط وانا متأكد انه هو الحل والله. لا تمزح. اوكي كانت مهرة تدخل غرفة الاوفيس يا جماعة الخير بس عشان ايه اللمبة موجودة انها مقفلة فهي حاليا تدخل يعني تجسس. يا الله يا ربي اللعبة دي بتجلطني شوية شوية. طيب طيب يا جماعة الخير نوقف هنا. اتمنى تكون الحلقة نالت اعجابكم. انا شفت الحلقة صراحة مرة يعني عجبتني صراحة اكثر من الثانية صراحة اكثر من الحلقة الثانية. باين عليها مليانة كده ومشبع اشياء حلوة مفجعة وزي كده. ف يب اتمنى تكون الحلقة نالت اعجابكم. لا تنسوا تدعموني بلايك سبسكرايب شير الله يسعدكم. اي انسان تعرفه يحب محتوى الرعب او محتوى الجيمينج انشر المقطع عنده. انشروا في كل مكان حرفيا. انا في حاجتكم الله يسعدكم ولا اتمنى انكم ما تقصروا معي يعني وزي ما قلت لكم ما بتخسر شيء ان شاء الله من الدعم يعني. فيب كان معاكم حامد من قناة لوكاريس. السلام عليكم.